لكم راني فرحانه كثير لانه راهي بدايه موفقه للاعبين تاعنا، دونك ان شاء الله يكملوا على هذا المنوال. بالنسبه لباقي المنافسات بالقاضي راهي في النصف النهائي، كذلك ادريس راهو ان شاء الله واجد رغم انه موجودين اكبر المصارعين في العالم. خليني نقول لكم كما شفتوا البارح كانت بطله اولمبيه حاضره في 52 كيلوغرام، اليوم كاين بطل عالمي، كاين ابطال عالميين حاضرين اليوم واولمبيين، لكن الجزائريين راهم بقوه. احنا رانا انا جيت شخصيا بمبادره شخصيه باش نشجع المصارعين الجزائريين، ونعم الحدث الرياضي ولا اروع، العاب متوسطيه ناجحه 100%، كلنا وهران، كلنا الجزائر، وهذا العرس راح يبقى في التاريخ، هذا العرس راح يبقى في التاريخ. انا راني شفت كل الضيوف الان، يعني ضيوف الجزائر راهم فرحانين، وهذه هي الجزائر، وهذه هي الصوره الحقيقيه للجزائر. احنا بنجاحنا في هذا تنظيم هذه الدوره ونجاح هذه الدوره راح ان شاء الله يتفتحوا لنا البيبان، وراح ننظموا بطولات ان شاء الله عالميه. شوف انا علامه كامله للجمهور الجزائري، نقول لهم نحبكم بزاف، انتم هما الابطال الحقيقيين لانكم راكم تمدوا طاقه كبيره لكل الرياضيين الحاضرين لهنا. يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو، مع السلامه، الله يحفظكم. بوديوم باذن الله، يكون عندنا بوديوم باذن الله، وقلت لكم البوديوم قد يكون بحاجه واحده بالاراده والشعب الجزائري والشعب الوهراني اللي يمد الحماس للجزائريين والمحاربين الصحراء باذن الله. ما هذه البطولة تقدر تقول بطولة عالمية، بطولة اولمبياد 2024 تل سو بريبار دي ماتنون، دونك هاد لي زاتليت اللي راهم عندنا هنايا اللي راهم يبريبارو في روحهم باذن الله غادي مازال نشوفهم ان شاء الله في اولمبياد تاع باريس في 2024 باذن الله. دونك هذا سي ان شالونج كبير اللي رانا نشوفوا المستوى الحقيقي، باسكو البطولة الإفريقية شاك فوا رانا نجتازوها بمراتب الأولى، ميتنون سي ان شالونج اللي يبين الحقيقة تاع الأخطاء تاعنا والنقائص والقوة تاعنا، ورانا ملاح بإذن الله، والجزائر راهي مستعدة باش تمد أحسن أداء في كل المنافسات بإذن الله. نعم نعم نعم، إن شاء الله بإذن الله نشوفوها بإذن الله. إن شاء الله. السلام عليكم.